جدا على روسيا. كلمات الأغنية اللي فازت أثارت الحقيقة جدل كبير جدا، لأنها بتكلم عن معاناة ترحيل تتار منطقة القرم على يد ما كان يعرف سابقا بالاتحاد السوفيتي. والحقيقة إنه الموسم الحالي من مسابقة الأغنية الأوروبية المعروفة باسم يوروفيجن تميزت هذا العام بجرعة سياسية يعني لافتة للانتباه. هنكلمكم دلوقتي عن طائر يمكن كلنا معظمنا ما يعرفوش، طائر ذو القدم الزرقاء. هذا الطائر من عائلة سوليداي، يهوى العيش قرب البحار وأيضا في الجزر، وبيتميز بألوانه الساحرة ويوجد بكثرة في الشواطئ الغربية لأمريكا الجنوبية، خاصة جزر جالاباغوس الواقعة في المحيط الهادئ على بعد نحو 970 كيلومتر من ساحل الإكوادور. الطائر دوت بيعيش ضمن مستعمرات، والعش عادة بيوجد على الأرض بين الصخور أو في تجاويف محاطة بالمواد النباتية. شايفين صورة الطائر، وطبعا واضح جدا تميز رجليه باللون الأزرق، وده يمكن سبب تسميته الطائر ذو القدم الزرقاء. الحقيقة هو ليه ساقان زرقاوان ورأس بنية قاتمة، لكن في بعض البياض وفي كمان أجزاء بيضاء في بقية أنحاء جسمه، ومنقاره بيبقى كبير الحجم وداكن اللون. الحقيقة طبعا جمال ساحر بيتميز به هذا الطائر، ويعني لا نملك إلا أن نقول سبحان الله اللي أعجز في مخلوقاته وخلق ما لا تعلمون. وطبعا يعني اكيد في طيور كتير وكائنات كتير جدا الوانها في حياتنا وعلى كوكبنا يمكن ما نعرفش عنها حاجه، لكن مهم قوي ان احنا نشوفها حتى وهي متصوره عشان نعرف قد ايه ان يعني حياتنا وبيئتنا على الارض ثريه فعلا بمخلوقات كبيره جدا بتزود ادراكنا بمعرفه هذه المخلوقات. خلينا معاكم نروح لدراسة طبية أمريكية كشفت النقاب مؤخرا عن أن الإفراط في استخدام الفيسبوك والإنستجرام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام بيؤدي إلى بعض الاضطرابات، مش الاضطرابات النفسية ولكن الاضطرابات الخاصة بالطعام لدى الشباب. الحقيقة أن الباحثين أشاروا إلى أن التواصل من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية بيجمع بين العديد من الجوانب البصرية ووسائل الإعلام التقليدية، وده بيمكن أنه يؤدي إلى القلق من تناول الطعام للحفاظ على صورة الجسم والحيلولة دون الوقوع فريسة للبدانة، وده بيخلي الشخص المتواصل مع ناس على الفيسبوك أو الانستجرام أنه هو يحصل له اضطرابات الطعام. الباحثين كمان أوضحوا أن اضطرابات الطعام بتشمل فقدان الشهية العصبي والشراهة والبوليميا والأناروكسيا، والحقيقة دول بيأثروا سلباً على وظائف الجسم واختلال قدرته على تناول الطعام. يعني طبعاً يعني واحد الحقيقة يحاول أنه ما يفرطش قوي في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي علشان ما يحصلوش الحقيقة هذه الأنواع من الاضطرابات. هي بتعمل نوع من الإدمان بالضبط عند الشباب وعند الأطفال، وخاصة بقى الخبر اللي معنا دلوقتي أن الأطفال اللي بيدمنوا الألعاب اللي موجودة على الهواتف الذكية ده بيؤدي إلى نوع من الإدمان أيضا، ونوع من المشاكل الصحية اللي ممكن الأطفال إن هم يتعرضوا ليها من خلال الألعاب اللي بيلعبوها على الهواتف الذكية. من هذه المشاكل الصحية زي ما بتقول الأبحاث أو الدراسات الحديثة إن هم ممكن يكونوا عرضة لخطر الحرمان من النوم والاضطرابات كمان المرتبطة بالسمنة وأمراض القلب. كمان إدمان ألعاب الفيديو أو الفيديو جيمز بيؤثر سلباً على التفاعلات الاجتماعية للأطفال في بيئتهم ومع أصدقائهم ومع زملائهم في المدرسة ومع أسرتهم، بيرفع من خطر إصابتهم بمرض التوحد والانطوائية والاكتئاب، بالإضافة كمان إلى أنه بيلعب دور رئيسي في إصابتهم بارتفاع ضغط الدم بسبب قلة النوم،
ممكن كمان يتسبب يعني لا قدر الله في إصابتهم بمرض السكر من النوع الثاني بسبب السمنة المترتبة على الجلوس لفترات طويلة. يعني الحقيقة يعني احنا طبعا مش هنقدر ان احنا نمنع الأطفال من استخدام الفيديو جيمز لان دي يعني طبيعة عصرهم، لكن بنحاول ان احنا نشغلهم في حاجات تانية علشان ما يفضلوش طول الوقت قاعدين ماسكين الموبايل وبيلعبوا. يعني ممكن يبقوا في رياضة يشتركوا فيها، يبقى في مشاهدة التلفزيون وقت يلعبوا فيه مع أصدقائهم، يتكلموا فيه مع أسرتهم. يعني يكون يعني فيه نوع من التقنين يا أحمد. نعم. لاستخدام الهواتف الذكية والألعاب اللي بيلعبوها الأطفال، علشان دي بتاخد من وقتهم وبتاخد من نظرهم وبتأدي لمشاكل صحية كتير. ده دور الأسرة طبعا مفروض. بالضبط. هنروح لدراسة علمية طبية أخرى بتؤكد أن التدخين من أبرز الأسباب اللي بتؤدي إلى إصابة الطفل بالربو الشعبي. الدراسات العلمية بتقول أن التدخين السلبي في المنزل خطر جدا على الأطفال. عارفين طبعا التدخين السلبي أنه ما يكونش حد بيدخن يعني ماسك سيجارة، لكن حد بيتعرض لدخان السيجارة يعني بيبقى قاعد مع حد مدخن. وطبعا التدخين السلبي زي ما بتقول الدراسات بيبقى خطر جدا على الأطفال في المنازل، لأنه الحقيقة بيلتصق بالملابس والحوائط وبيستمر لمدة 3 أيام. دخان السجاير كمان بيتطاير في الهواء وبينتشر حتى 300 متر، والدراسات بتقول أن رئة الأطفال بتكون حساسة جدا ويجب الاعتناء بها حتى 5 سنوات من العمر من ملوثات هواء السجائر، خاصة أن نسبة كبيرة من الأطفال بتعاني من الربو الشعبي بعد الولادة مباشرة. في فصل الصيف طبعا هنرجع نتكلم تاني عن درجات الحرارة المرتفعة، ولكن بشكل آخر بقى، إن إحنا في فصل الصيف نتيجة الحرارة المرتفعة الجسم بيفقد الكثير من الماء، فبيحصل نوع من الجفاف في الجسم. ده ممكن نقدر نتغلب عليه عن طريق تناول العصائر أو المياه، وفي أيضا أنواع من الأطعمة زي الخيار اللي بيمد الجسم بكميات كبيرة من المياه. الحقيقة إن الخيار ليه فوائد مهمة جدا زي ما ذكر تقرير نشره الموقع الهندي بولد سكاي. بيقول التقرير إن الخيار بيحتوي على 95% من المية، وده بيخلي الجسم رطب بشكل جيد في فصل الصيف. كمان بيساعد في القضاء على جميع السموم في الجسم لاحتوائه على مجموعة من الفيتامينز الأساسية أو الفيتامينات المهمة اللي بيحتاجها الجسم بشكل يومي، وكميات كبيرة من فيتامين سي. التقرير بيقول إن الخيار بيعد غذاء ممتاز للصحة العامة، خصوصا في فصل الصيف لاحتوائه على العديد من الفوائد الصحية للجسم اللي بتشمل علاجه لمرض السكر، لأنه واحد من أكثر الخضروات الممتازة اللي بتساعد في علاج مرض السكر. كمان عصير الخيار بيحتوي على هرمون مطلوب من جانب خلايا البنكرياس لإنتاج الإنسولين، وده مفيد جدا لمرضى السكر. كمان بيكافح السرطان وبيقلل مستويات الكوليسترول في الدم. طيب احنا كمان طبعا هنتعرف اكتر على فايدة الخيار، لكن بعد الخبر اللي جاي مع ضيفنا دايما في هذا الصباح دكتور هاني كبران. خلينا نتكلم على الخبر اللي جاي يا نجا. طبعا احنا عارفين ان الجنين في بطن امه بيتغذى على الغذاء والسوائل اللي الام بتتناولها في هذه الفترة المهمة، فلابد أن مائدة الحامل تكون عامرة وبتحتوي على جميع العناصر الغذائية والفيتامينات في هذه الفترة المهمة خلال فترة الحمل. من أهم الأطباق الأساسية اللي لازم تبقى موجودة على مائدة الطعام بالنسبة للسيدة الحامل هو طبق السلطة الخضراء، زي ما بيقول أطباء أمراض الناس أنه بيحتوي على كمية من الخس والجزر والخيار والجرجير والطماطم، وده بيمد السيدة الحامل بالفيتامينات اللازمة. كمان مهم جدا ليها تناول المشروبات والأطعمة الغنية بفيتامين سي زي البرتقال والجوافة واليوسفي. وأشار الخبراء إلى أن أفضل المشروبات اليومية على الإطلاق كوباية من الليمون الدافئ مضاف إليها العسل الأبيض، والحقيقة ده طبعا طعام متوازن بيكون أفضل من الطعام الغني بالدهون اللي بيكون غير مفيد للسيدة الحامل على الإطلاق. خلينا نتعرف من الدكتور هاني جبران استشاري التغذية العلاجية والسمنة على هذه المعلومات. صباح الخير يا دكتور هاني. صباح النور يا فندم، وأهلا بالسادة المشاهدين كلهم، يا مرحبا. أهلا بحضرتك. إحنا بنتكلم دلوقتي عن درجات الحرارة المرتفعة وإن الجسم بيفقد جزء كبير
من المياه اللي هي مهمة بالنسبة لجسم الإنسان، وممكن أنه هو يتعرض للجفاف، وأن الخيار بيحتوي على نسبة 95% من المياه. حضرتك شايف ان الكلام ده صح، وايه تاني ممكن من الاكل اللي ممكن ان احنا ناكله يمدنا بالمياه؟ ده فعلا زي ما حضرتك بتقولي بالظبط، ان الخيار مهم جدا، والخضروات بصفه عامه مهمه جدا، والخبر المهم كمان اللي انا لسه سامعه دلوقتي حالا بالنسبه للسيده الحامل، وازاي تقدر تاكل وازاي ما تقدرش تاكل، والكلام ده مهم جدا، وكويس ان حضرتك فتحت الموضوع ده، لان في امهات كتير قوي في فتره الحمل بالذات بيبقوا مش عارفين ياكلوا ايه وما ياكلوش ايه، ومش عايزين يزيدوا في الوزن. انا عايز اقول لهم ان الامهات لازم تزيد في الوزن في فتره الحمل من 8 ل 10 كيلو تقريبا في فتره الحمل كلها، بس اكثر من 10 كيلو حط في دماغك ان هم دول هيبقوا بتوعك انت ودول هيفضلوا لك، فعشان كده لازم تقل في وزنها وما تاكلش كتير. مش معنى ان هي حامل تاكل الاثنين واللي بترضع بتقول تاكل الاربعه، لا مفيش حاجه اسمها كده. فاحنا لازم ناخد بالنا كويس قوي من اكلنا في فتره الحمل، ويكون الاكل متوازن، وفي حاجات معينه في فتره الحمل لازم نمنعها نهائيا. زي ايه يا دكتور؟ ده مهم قوي الكلام ده، مهم جدا ان هي ممنوع منع نهائيا تاكل التونه. انا عايز اقول لك الحكايه دي، والكبده بالذات، انا عارف الكلام ده كتير قوي بس ده مهم قوي. الكبده في اول 3 اشهر بيبقى خطر جدا، لان فيها فيتامين الف، وفيتامين الف بيبقى خطر جدا في تكوين، لان كتره بيأثر في تكوين الاطفال في اول 3 اشهر بالذات. فبنحاول بقدر الامكان نبعد عن الكبده حتى يعني لو فيها كتير. افهم بس من حضرتك، بيكون اثره في تكوين الاطفال يعني هل بيأثر ازاي؟ بيكون شكله يعني تاثيره بيكون على ايه بالظبط؟ فيتامين الالف بكميه كبيره في اول 3 اشهر ممكن ياثر على تكوين الطفل في اول 3 اشهر، فعشان كده بنمنع ان احنا ناخد كبده في اول 3 اشهر بالذات بالنسبه للستات الحوامل. وكمان التونه، لان المواد الحافظه، والتونه بالذات لان التونه دي عباره عن سمكه، السمكه ديت بتبقى موجوده في المحيطات، المحيطات ديت بيبقى فيها تلوثات بكميه زبق كتير، فبيبقى الزبق بيبقى عالي جدا في لحم التونه، ولما يكون عالي جدا الامهات بتاكله، والكلام ده موجود في الاف دي اي بيقول لك لازم تاخده مرتين، فاحنا بنقول لهم يا ريت نبعد عنه في اول 3 اشهر بالذات، لان كميه الزبق هتبقى كتيره جدا تاثر في تكوين الجنين، فنبعد عن التونه بقدر الامكان، والمواد المحافظه بقدر الامكان في فتره الحمل وخصوصا اول 3 اشهر بالذات. طيب بالنسبه للخبر المتعلق بفوائد الخيار يا دكتور، يعني أيوه. احنا قرينا انه عصير الخيار مهم جدا، بيحتوي على هرمون مهم لخلايا البنكرياس لانتاج الانسولين، لكن عصير الخيار ده بالنسبه يعني عشان ربات البيوت يعرفوا يعني او الامهات ازاي بيتعمل، يعني ان الحقيقه دي معلومه جديده يمكن يعني اول مره اعرف في حاجه اسمها عصير خيار. هو في ممكن اي حاجه تتعصر هتتعمل عصير، يعني اي حاجه تحطها في الخلاط وتعصرها هيطلع لنا عصير. لكن انا حاطط دلوقتي في الكيوي والكلام ده كله، بس هي المشكله في حاجه واحده، ان الناس معتقده ان انا لو اكلت خيار يبقى انا كده بعالج السكر، يبقى انا كده غلط، مش ده غير مظبوط الكلام ده، ان الحاجات دي بتساعد لكن مش هي ديت اللي هتعالج السكر. لو عندي مريض سكر مش هياخد حاجات طبيعيه، ولا في حاجات سمعتها كتير بقى يقول لك خد الدواء الفلاني، ولا الحاجات العشب بالفلاني هو ده ما تاخدش العلاج والسكر هيخف، الكلام ده غير منطقي وغير صحيح. للحاجات الاعلانات اللي بتيجي في التلفزيون وحاجات في بعض الاعلانات يقول لك خد العشب ده هو ده اللي هيخففك من مرض السكر والكلام ده. لو عندي مرض سكر لازم اولا يبقى في طبيب معالج يبقى يشوف بالظبط السكر قد ايه، والسكر التراكمي كمان قد ايه، لان احنا بيهمنا الحكايه ديت، نشوف العلاج اللي بياخده دوت مناسب له ولا مش مناسب وبيقلل السكر، واذا كان بياخده انسولين ولا بيختلف تمام. من شخص لشخص. لكن يمكن البعض بيشتكي انه الخيار بيعمل نوع من الانتفاخ عند بعض الناس، هل دي معلومه صحيحه ولا ده بيبقى راجع لان هم معدتهم فيها مشكله؟ ده بيبقى فيه عندهم حاجه اسمها قولون عصبي اللي هو الاي بي اس، ده الاسم العلمي بتاعه. الاي بي اس القولون العصبي ممكن من مش بس الخضار، مع اي بقوليات ممكن كمان يحصل لي انتفاخات. اي دواء اي اكل ممكن يسبب لي انتفاخات لو حاسس ان هو عنده استعداد للقولون العصبي ده. ودوت له علاج، ناخد العلاج بتاعه نقدر نبعد عن الاطعمه اللي بتسبب لي الانتفاخات، نبعد عنها. لكن الخبر الحاجه المهمه ان الناس اللي بخاف منها جدا، لان انا سمعت الكلام ده والناس تاخد الكلام بهذا الشكل، ان هم لو كلوا خيار وشربوا عصير خيار يبقى هيخفوا من مرض السكر، وده غير صحيح. نعم دكتور هاني كبران استشاري التغذيه العلاجيه والسمنه، بنشكر حضرتك على هذه المعلومات.